أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، مرحبا بكم، تحية طيبة للجميع. في هذه الحلقة سأقترح عليكم كتاب الشيخ والمريد للمفكر المغربي عبد الله حمودي. عبد الله حمودي يعتبر من أهم الأنثروبولوجيين المغاربة إلى جانب المرحوم عبد الكبير الخطيبي، وطليعة من الجيل الأول من الأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين المغاربة، بحيث أنه درس مواضيع مختلفة تتعلق بالمجتمع المغربي وبالثقافة المغربية. نذكر من بينها الخصوص دراسته لمنطقة جنوب مراكش، منطقة الحوز، حينما درس مسألة المعتقدات أو الأضحية، ما يسمى في الجنوب بظاهرة بيلمون أو ظاهرة الأقنعة بعد العيد الأضحى، وكتب كتابه الأضحية وأقنعتها، وهي دراسة لا تهتم بالمنطقة فقط بل بالمساخر في بلاد المغارب، إذ أنه يتجاوز نطاق المغرب. وقد دأب عبد الله حمودي على أن يتجاوز الدراسة فقط الميدانية والتأطير النظري واستعمال النظريات الأنثروبولوجية، إلى القيام بنوع من المقارنة وطرح مختلف الأسئلة التي تتشعب أحيانا لكي تمتد إلى ظواهر أخرى وإلى جوانب اجتماعية أخرى، لأنه حقيقة الموضوع الاجتماعي أو الثقافي الذي تشتغل عليه الأنثروبولوجيا غالبا ما تكون له امتدادات تاريخية، امتدادات أخرى اجتماعية، علاقة بظواهر أخرى، علاقة كذلك بثقافات أخرى، الكثير من الأسئلة التي تشعب. الكتاب الذي أقترحه عليكم اليوم يعتبر من أهم ما أنتجه عبد الله حمودي، هو كتاب الشيخ والمريد. في الشيخ والمريد نجد دراسة لحالة المغرب والجزائر، ومقارنة لهاتين الحالتين بمصر كذلك. السؤال الأساسي للكتاب هو مساءلة ظاهرة التسلط خصوصا المستوى السياسي للدولة، إذ أن مفهوم السلطة عند عبد الله حمودي كما تبلور في تلك المرحلة في السبعينيات والثمانينيات وأصبح واقعا اليوم، يتجاوز سلطة الدولة، بل إنه كيان يسري في المجتمع، ولا يمكن أن نحدد السلطة فقط في أجهزة الدولة، بل إنها تتجاوز هذه المؤسسات إلى الجسم الاجتماعي بأكمله، سلطة على مستوى الأسرة، على مستوى العلاقات الاجتماعية، على مستوى البنية الثقافية المنظمة للمجتمع. السؤال الذي طرحه هو ما الذي يجعل عموم المواطنين في المغرب على الخصوص، لأنه ركز كثيرا على المغرب وانطلق منه، ما الذي يجعل عموم المواطنين يتقبلون التسلط والنظام السياسي المتسلط رغم ما يعانونه ورغم الأزمة المستمرة؟ يعترف بأنه أحيانا قد تنشأ انتفاضات وتنشأ احتجاجات، ولكنها غالبا ما تكون محدودة. في نظره ظاهرة التسلط، وهي ليست ظاهرة فقط خاصة بالمغرب بل في كل البلدان العربية كما يقول عبد الله حمودي، ظاهرة التسلط هذه تجعلنا نتساءل، هل هي مسألة ثقافية ناتجة عن نظام أسري معين كما يذهب إلى ذلك هشام شرابي، أم أنها تتجاوز هذا الأمر إلى أن تجد لها مبررات في النسق الثقافي بأكمله الذي يستمد عموما حسب حمودي من خطاطة انتقلت من التصوف إلى مجال السياسة والثقافة بشكل عام؟ هذه الخطاطة هي خطاطة الشيخ والمريد. بطريقة أخرى، عبد الله حمودي يضع فرضية ويؤسس لها فكريا، وهي أن الفضاء المغربي يشهد نوع من الخضوع لأعمى للسلطة رغم كل تجاربه يعني الفاشلة، ورغم كل ما راكمه من معاناة يخضع للسلطة وللتسلط
ليس بناء على محددات المؤسسة، وليس بناء على مبررات مادية، وليس بناء على القمع في حد ذاته كما يرى البعض، وليس بناء على نموذج الأبوية الجديدة كما يعتقد هشام شعرابي، بل بناء على تصور وخطاطة ثقافية ونموذج من العلاقة كان مصدرها هو التصوف خصوصا الزوايا. هنا سنقف عند التصوف. عبد الله حمودي في الكتاب درس حالة علي الدرقاوي كمتصوف وك كأحد يعني من كتبوا حول عفوا كتب حول هذه المسألة نختار السوسي، أحد المتصوفة الذين تلخص قصتهم العلاقة بين المريد والشيخ، إذن الشيخ والمريد. هنا بالنسبة للتصوف ينبغي أن نشير إلى أن التصوف الذي يقصده عبد الله حمودي هو التصوف المغربي الذي يعتبر في أغلبه تصوف طرقي. إذا ينبغي أن نميز أو أن نفصل بين صنفين من التصوف. لدينا من جهة التصوف الفكري أو الفلسفي الذي نجده عند جلال الدين الرومي، عند محي الدين بن عربي، عند الحلاج الكرماني، عمر الخيام، وغير ذلك من الأسماء الشرقية. ثم لدينا ظاهرة تطورت مع الزوايا في المغرب وتسمى بالتصوف الطرقي. التصوف الطرقي يعتمد على مجموعة من الطقوس، يعتمد كذلك على هيكلة للسلطة، سلطة رمزية، ويعتمد على الارتباط بين الشيخ والمريد. في نظر عبد الله حمودي هذه الخطاطة للسلطة وللتحكم وللإدعان التي تميز الزاوية في التاريخ المغربي، أنه سيعود إلى التاريخ وصل إلى القرن 19 ليؤسس للعلاقة بين الشيخ والمريد كإطار اجتماعي سينتقل من التصوف ومن الزوايا إلى الحياة العامة وإلى الثقافة، خصوصا الثقافة السياسية، لأنه في نظره سيفكر في مسألة مهمة جدا، وهي أن الأحزاب أو حتى القوى التي تدعي أنها حديثة وأنها ليست تقليدية وأنها معارضة للتسلط نجد داخلها، إذن هنا يقصد الأحزاب التي تدعي بأنها تقدمية وأنها يسارية وأنها اشتراكية إلى آخره، نجد داخلها نوعا من إعادة إنتاج نفس الخطاطة التي تعتقد بأنها تحاربها. لذا حينما مثلا يعتقد البعض بأنه يعارض المخزن، حزب مثلا أو هيئة أو أشخاص أو فكر يعارض المخزن، ولكنه للأسف وللمفارقة فإنه يعيد بطريقة لاوائية جوهر السلوك التسلطي الذي يجمع بين المخزن والرعية. في الكتاب سيناقش عبد الله حمودي مجموعة من الفرضيات، وسيبدأ في كل فصل بتحديد مجموعة من الأسس التي تؤسس للسلطة. إذن لدينا أولا البيعة، مسألة الشريفية أو الشرفاء، التحكيم كذلك سيتساءل حول البيعة، هل هذه البيعة لها مبررات؟ لأن السلطة اليوم تدعي بأن هناك رباط مقدس يربط بين الملك وعامة الشعب. إذن عبد الله حمودي سيسائل هنا هذا الرباط إن كانت له مبررات مادية، أم أن المسألة تتجاوز ذلك إلى رباط رمزي يتعلق بالشيخ والمريد. بعد ذلك ينصرف حمودي إلى تقصي هذه الظاهرة، ظاهرة الشيخ والمريد، لكي يجد لها أصداء في مختلف الجسم الاجتماعي ليس فقط على مستوى السلطة، كما أنه تناول مسألة دار الملك أو السلطة المركزية التي نسميها بدار الملك أو دار الملك أو دار المخزن، وهي التي تحتكر خصائص الشيخ باعتبار أنها ترتبط بالبناء الاجتماعي أو بباقي المؤسسات وبباقي الرعية عن طريق مجموعة من العلاقات التي يجملها المفكر في التقرب وفي الهبة وفي الخدمة. فما يجمع هنا المريد بشيخه
أو من هم في أسفل السلطة بمن هم في أعلى السلطة، هو نوع من الخضوع أو نوع من استعداد للخدمة، من الاستعداد كذلك للهبات المختلفة المتبادلة بين الطرفين، وكذلك إجمالا لنوعين من الكاريزما أو الخصائص الخاصة والفائقة للعاهل أو للملك باعتباره كيان مقدس. وبالتالي هنا حينما يطرح عبد الله حمودي هذا البحث في إطار المقارنة، فإنه قد انشغل كذلك بمسألة الأبوية عند هشام شرابي، فقد كتب في الترجمة في ترجمته ترجمة الكتاب، لأن الكتاب ترجمه عبد المجيد جحفة، في الطبعة الثانية كتب نقدا حول ما تقدم به هشام شرابي. حقيقة النظرية الأبوية الجديدة لقت اهتماما كبيرا، ولقت كذلك نوع من الإقبال نظرا حقيقة لمدى بساطتها. ولكن هنا عبد الحمودي يعارض تماما هذه النظرية أو هذا النموذج النظري التفسيري لقضية السلطة في الوطن العربي، لأن هشام شرابي في نظر حمودي يعتمد على هذه الأبوية ويسقطها على نظام الأسرة. ولكن نظام الأسرة في اعتقاد حمودي وفي نظره ينفلت من 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 هذا النموذج الذي رسمه هشام شرابي، إذ أن الآباء غالبا ما يسعون إلى إكساب أبنائهم نوعا من الاستقلالية، وغالبا ما يتقبلون أن يكون أبناءهم أفضل منهم، وغالبا ما يتقبلون كذلك النقد، ويسمحون يجمعون بين نوع من الوصاية ونوع كذلك من الرغبة في النفوذ وفي التفوق بالنسبة لأبنائهم، وهذه مسألة غاية في الأهمية بالنسبة لعبد الله حمودي. أصدقائي المشاهدين، أعتقد بأن هذا الكتاب كتاب أوصي بقراءته، نظرا أولا لبساطة لغته، نظرا كذلك لغناء على المستوى الفكري، ونظرا كذلك لأنه مرجع مؤسس نجد فيه يعني ممارسة ميدانية، نجد فيه كذلك تقعيد للمفاهيم، نجد فيه قراءة متأنية للوضع خصوصا في المغرب، لأنه ينطلق من القرن 19، ثم كيف أن الحماية رسخت خطاطة الشيخ والمريد أو الخطاطة التي انتقلت من مجال التصوف ونمتها وحرصت عبر وجودها في المغرب على إنتاج نفس الخطاطة لأنها كانت في صالحها، وكيف أن نفس الخطاطة لا تزال تسيطر ليس فقط على مستوى الدولة ولكن كذلك على الجسم الاجتماعي من خلال ثقافة تحيل الأفراد على الخضوع باعتبارهم مريدين. الكتاب غني بالأفكار وفيه لغة كما قلت سلسة وسهلة، وسيبهركم عبد الله حمودي بطريقته في المراجعة، قدرته على الشك والنقد، نحته للفكرة بطريقة متأنية. حقيقة كتاب يستحق القراءة وأوصي بقراءته. أتمنى لكم قراءة ممتعة، ولا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، وأن تشتركوا على القناة وتكتشفوا هذه السلسلة، سلسلة قصة كتاب. إلى اللقاء.